ننتقل لفقرة التغذية. نعم، نحكي أكثر عنها. قد ايه بتحب الأكل؟ كنا عم نحكي أنا وأخصائية التغذية اللي موجودة معنا الآن في الاستديو بأنه أنا مش من محبين الأكل. أنت مش من محبين الأكل؟ محب للأكل. كان لازم ما تطلع معي بالحلقة اليوم. أنت من محبين الأكل كثير. أنا كثير بحب الأكل صراحة، بس دائما بحكي أنه الناس عندها لبس بموضوع نوعية الأكل. صح. أنا بنوع ودائما بحب الكميات القليلة، بس ما بقدر أوقف. يعني ما بقدر مثلا ما أكل جنك فود، ما بقدر ما أكل طبيخ. يعني المعروفة بموضوع الطبيخ، مش كثير بحب الأكل برا، بس ممكن الواحد فترة من حياته يتعرض أنه ما يكون عنده وقت، يضطر أنه يأكل من برا، يضطر أنه ما يقدر يأكل أكل صحي 100%. فإحنا لو الكميات قليلة، معدل الحرق يكون أعلى، على شوية حركة ورياضة، وبالحركة بركة خلاص تمشي الأمور. أكل الجنك زاكي، يعني الأكلات الدسمة هي اللي بتعبي المخ والمعدة. نعم، رح نحكي أكثر في هذا الموضوع. رح نحكي اليوم عن نوع جديد من الرجيم ومن الدايت، وهو بنحكي البطيء أو الرجيم البطيء، يعتبر التغذية الحدثية. نعم، صحيح. أو البطيئة بشكل عام. رح نتحدث أكثر في هذا الموضوع مع الدكتورة يعني ميرال، رح تكون معنا في الاستديو. ميرا زهران، عفوا ميرا، بدنا نعرف أكثر عن الترند اللي نازل. أكيد. أول شيء صباح الخير لإلك لانا، وصباح الخير إبراهيم، ولجميع السادة المشاهدين. طبعا إحنا دائما متعودين على ثقافة الدايت، أي حدا بده ينزل وزنه بيروح ممكن ما يروح لدايتشن، كمان ممكن يعمل سيرش ويشوف الحميات المختلفة. صح. ثقافة الدايت يعني إشي موروث من زمان. صحيح. معنا التغذية الحدسية بعكس هذا الموضوع. هلأ في تنتين أخصائيات تغذية بسنة 1995 صاروا يشوفوا حالات من ناس نزلوا بوزنهم رجعوا زادوا، ناس ما قدروا يلتزموا لفترات طويلة بالحميات الغذائية. يعني ماكسيموم أكتر حدا قدر يلتزم بحمية مجدولة هو 3-4 شهور، بعدين برد بيرجع للعادات الغذائية السيئة. فابتكروا نظام، أو خلينا نسميه أسلوب التغذية الحدسية. طبعا التغذية الحدسية بتنظر للإنسان كمنظومة، مش كجهاز هضمي، تنظر له كمشاعر، يعني أكثر من ظرف بيمرق فيه. بدنا نراعي خلال التغذية هاي الأمور، بتخلي الإنسان يتعلم يسمع لإشارات جسمه، لأنه إحنا بالفطرة هو التغذية الحدسية أيضا تسمى التغذية الفطرية أو intuitive eating، التغذية الواعية. يعني كمان بالضبط أنه نحن منولد عنا هذا الإشي، عنا إشارات الجوع وإشارات الشبع. بس مثلا الأم ابنها إذا ما خلص صحنه ما بصير، لازم ماما تخلص صحنك مشان أعطيك إشي زاكي. بدك تخلصه حتى من علمه أنه الأكل مكافأة، وهذا إشي كتير غلط. يعني إحنا دائما بننظر للأكل مش بس حتى نعيش، بننظر له كمكافأة، بننظر له كفرح، ننظر له كحزن. يعني أنا مبسوطة بأكل، زعلانة بأكل، كمكافأة للطفل بعطيك إشي زاكي، وهذا إشي جدا غلط. صحيح. هلأ مفهوم التغذية الحدثية يمكن يكون مش كتير مفهوم، هو له كتير مفاهيم. التغذية الطبيعية، التغذية الواعية، ممكن كمان التغذية عدم الحمية. كل هاي المفاهيم ترتبط بتغذية واعية، الإنسان بيقدر هو يقرر فيها قديه بيحتاج جسمه. لكن اليوم الناس بتقول لك النحيف لازم ينصح، فإحنا بدنا نطعمي، مع أنه أحياناً اللي بيكون اللي جسمه متناسق أو جسمه رشيق هو بكامل صحته. مزبوط. وممكن يكون كتير نحيف بس عنده كتير مشاكل. مزبوط. دهون عنده عالي، الكوليسترول عالي. فخلينا نحكي للناس عن اختلاف المفاهيم بموضوع الصحة وبموضوع زيادة الوزن. تمام. هلأ إذا إحنا بنحكي عن الدايت العادي لزيادة وزن أو لتنزيل الوزن، إحنا ما بناخد بعين الاعتبار الشغلات اللي بناخدها بالتغذية الحدسية. يعني إحنا بنركز على الرياضة، على نسبة الحرق بالجسم، على السعرات الحرارية، على الأكل. بنعطي حتى المراجع أوقات معينة يأكل عليها، ما بنعطيه مجال هو يفهم لجسمه أمتى أجوع وأمتى أشبع. بينما بالتغذية الحدسية نحن بناخد بعين الاعتبار الجينات، مثل ما قلتي لانا أنه ممكن الإنسان هو بطبيعته جسمه ما بيزيد وزنه، لو لعب رياضة لو أكل ما بيزيد عن وزن. صحيح. معين. ممكن الحالة النفسية، لحدا بده ينزل بوزنه ممكن يكون عنده ستريس وضغوطات. هلأ دايما أنا بحكي وضع الستريس، الجسم بفرز هرمون الكورتيزول، وهذا بيعطل من عملية نزول الوزن. طبعا بصير الجسم تحس الواحد حاله بده سكر. بالضبط. وغير هيك يعني هو ممكن يطلع سكر لحاله، ممكن يساعد انه ياخذ سكر من عضل الجسم ونسبة السكر ترتفع بالجسم. ففي امور معينة لازم ناخذها بعين الاعتبار، غير عن الامور اللي بناخذها بالحميات التقليدية او الدايت العادي. ميرا،
خلينا نوضح اكثر للمتابعين الان شو هو الرجيم الحدسي. كيف انا يعني شو الفكره منه، كيف انا بعمله، كيف بمشي فيه؟ تمام، مثل ما قلنا التغذيه الحدسيه هي تغذيه بتنظر للانسان كمنظومه متكامله. تمام. والها 10 مبادئ اساسيه لازم اي انسان بفكر يفوت بهذا المجال انه يعرفهم ويفهمهم. اول وحده واهم وحده هي نبذ او رفض ثقافه الدايت. يعني انا بدي امشي بهاي التغذيه، بدي اعرف انه انا ما بدي اوقف على ميزان، ما بدي يكون عندي هوس بالموضوع، لا بدي شوي شوي اخذ الموضوع لايف ستايل، اسلوب حياه حتى اوصل للهدف المراد. ثاني اساسيه او ثاني مبدا هو احترام الجوع والتمييز بين انواع الجوع. يعني انا لازم اتصالح مع حالي، ابلش اول شيء اوثق بجسمي حتى اني يقول لي انا جعت هلا، جوعانه مش جوع عاطفي لما اكون ستريس اروح اكل، لا احس بعلامات الجوع. ثالث مبدا هو بناء علاقه جيده مع الطعام. يعني ما في أكل ممنوع وأكل مسموح مثل ما هو موجود بالحميات الغذائية الأخرى. نعم. لا، كل الأكل مسموح لكن بأكل بوعي. يعني أعرف إنه مثلا أنا بدي أكل إشي مقلي، أركز وأنا بأكل، أكل الكمية اللي أنا بحاجة إلها، ولما أحس إني بدي أتضايق من هذا الأكل يعني مرة تانية أخفف منه أو أخلي فترات متباعدة بين هاي الأكلة. يمكن مبارح كنت عم بقرأ شوي بس تعليقا على هذا الموضوع بإنه ليش حكيت لك في البداية البطيئة، لأنه كانوا بيحكوا لازم تأكل ببطء وتستمتع وتستشعر كل لقمة أنت عم تأخذها. هو الأكل بوعي. نعم. رابع مبدأ هو زي إذا بدكم تحدي شرط الغذاء أو مقيدات الغذاء اللي بداخلنا. هلأ بداخل كل شخص دائما في شرطي بقول له لا تأكل بعد الساعة 7، ما تأكل هاي الأكلة دسمة. لا، إحنا بدنا نحاول نتحدى هاي القوانين وبدنا نستمع لجسمنا. أنا بحاجة أني أكل بعد الساعة 7، ما فيها إشي بأكل، بس بحاول أني يعني أركز بالأكل وزي ما قلنا أكل بطريقة واعية. هلأ إحنا بنعتبر التغذية الحدسية ميرا رجيم ولا بنعتبره أسلوب حياة واعي؟ أسلوب حياة، ومن خلاله بساعد حالي أني يعني أنزل بالوزن إذا حابة أنزل بالوزن، أو أزيد بالوزن إذا حابة أزيد بالوزن. بس هو يعتبر دراسات أثبتت أنه أبطأ من غيره للوصول للهدف. مشان هيك هلأ الناس اللي عندهم، هلأ رح نحكي لقدام بهاي النقطة، الناس اللي عندهم أوزان عالية ولازم ينزلوا وزن لسبب مرضي، خلال رحلة نزول الوزن إحنا منعلمهم مبادئ التغذية الحدسية لكن منكون صارمين شوي بالموضوع. نعم. بتعرفي كمان لسه وصلنا المبدأ الخامس. هم كم مبدأ؟ عشر مبادئ. طبعا بس قبل ما نكملها ميرا، في كمان دراسات أثبتت أنه الناس اللي متبعين التغذية الحدسية بأسلوب حياتهم عندهم رضا عالي. نعم. عن أنفسهم وعندهم أجسام جميلة. نعم. يعني قديهم عندهم قناعة، فبناء عليه بيأكلوا بالضبط حسب الإشارات اللي جسمهم بيعطيهم إياهم، فبتكون عن جد التغذية واعية. خلينا نكمل بعض المفاهيم. نكمل، وصلنا للمبدأ الخامس. المبدأ نعم. الخامس بيحكي لنا إنه نستمع لإشارات جسمنا من جوع ومن شبع. يعني لما أجوع ما أترك حالي للإكستريم، لا، ببداية أو وسط الإحساس بالشبع لازم أكل مشان ما أكل كمية زيادة عن الحد اللازم. المبدأ السادس هو احترام الشبع. يعني أنا لما أروح أكل بدي أكل لدرجة أني ما يضل عندي إحساس بالجوع ولا أوصل لإكستريم من الشبع. يعني خلينا نقول 8/10 يوصل إحساس الشبع عندي. النقطة السابعة، ما أتعامل مع المشاعر السلبية أو مع الجوع أو الجوع العاطفي بالأكل، لا، أروح لهواية أنا بحبها، لرياضة، ممكن للصلاة. يعني لازم أتخطى فكرة أني لما أكون زعلانة أو مبسوطة ألجأ للأكل. للأكل نعم. المبدأ الثامن الحركة. دائما احنا بنقول في الحركة بركة. بركة. صحيح. الحركة بمتعة، يعني اختار نوع رياضة بناسبني استمتع فيه وما يكون زي قصاص او مفروض علي، لا، اتحرك بمتعة. النقطة التاسعة، احترم جسمي، ما انتقد جسمي حتى لو بيني وبين حالي، ولا اقارن حالي باي حدا، خصوصا عارضات الازياء او الممثلات اللي هو بشكل 2-3% من المجتمع. لا، احنا اشخاص عاديين، بالذات المرأة انت بتمري بمراحل من حمل من ولادة، هذا اشي ممكن يأثر على جسمك، فانا لازم احب حالي بكل اشكالي. نعم. النقطة الاخيرة او المبدأ الاخير وهو الاهم، انه لازم اعيش بصحة، أعطي جسمي تغذية صحية بطريقة صحية
حتى يعني أكون أحب جسمي حتى يعطيني أكمل فيه. هو جسمي المكان الوحيد اللي أنا بعيش فيه طول عمري، لازم أعطيه كل شيء صحي ومفيد. صحيح، مسؤولية عالية. شوفي، عالم الأكل عالم حلو لا شك بأنه، خصوصا لما يكون في صاجية في الموضوع وقلاية ومن هالحكي. والشيف علا اليوم ما بتقصر معانا، يعني موجودة دائما، وأنا صرت عم بحب الأكل من وراء الشيف علا. صباح الخير إبراهيم، صباح الخير لأنا، صباح الخير أكيد لا أخصائي التغذية ميرا، مبدعة دائما، الله يعطيك ألف عافية، منورتينا باستديوهات يوم جديد، أهلا وسهلا فيك. اليوم أصدقائي معاكم أنا الساعة 10:05 إن شاء الله برفقتي لانا، رح نعمل أنا وياكم صاجية، والصاجية رح تكون صاجية كلاوي بالإضافة لصاجية معلاء. ورسالتي المعنوية اليوم من خلال مطبخ يوم جديد بأنه إحنا الفرح والسعادة إحنا اللي بنصنعه، حتى لو كان من داخل حدود المنزل وبقدرات بسيطة أو حتى متواضعة، مش شرط أطلع رحلة أو حتى أتكلف، ممكن أعملها من داخل حدود منزلي وأنبسط فيها وأسعد أطفالي أكيد بالشيء المتوفر بين أيدينا. فاليوم أنا وياكم رح نعمل صاجية كلاوي وصاجية معلاق، والحمد لله مش معي سيد إبراهيم، معك إبراهيم أبو الأحياء والكائنات. يعني شوف على، بدنا نقول لك يعني عن جد يسلم إيديك، وأنت دائما تتبعي معانا نفس الطريقة اللي كنا بنحكي عنها، التغذية الحدثية، الأشياء اللي عن جد بنحبها بتعملي لنا إياها. أكيد أنا جاهزة. بالإضافة كمان رح نسوي كمان اليوم قلاية بندورة، قلاية البندورة جلالة سيدنا بحبها وإحنا كمان بنحبها طبعاً، فرح نعملها اليوم بالفلفل الحار المشوي وكل أكلنا حر، لأنه نحب الصاجية حرة سيد إبراهيم. فيعني أنا أمنياتي لك بالرضا، أنا بالوطبخ بس موجود ورح أدوق من كل الأكل. أنا مش رح أروح، حياكم الله. وضيوفنا موجودين كمان أكيد متشرفينا. نعم إحنا 10:05 إبراهيم رح أترككم مع زملائي، 10:05 رح أطل عليكم، استنونا اليوم بأجواء ماطرة برا، بس إحنا اليوم هون طالعين رحلة مبدئيا عن جد. يعطيك العافية، أرجع لكم 10:05 إن شاء الله. شكرا لك شيف علا، وإن شاء الله بنكون أنا وياك على 10:05 مع المشاهدين. نرجع لك لميرة، شفتي يا ميرة حتى الشيف علا متبعة معانا التغذية الحدثية وهي مو عارفة الإشي اللي إحنا بنحبه بتعملنا إياه، يعني مبدعة وبتوصل للناس المعلومة بطريقة عن جد قريبة على القلب. بالضبط. طيب هلأ اليوم في ناس ميرة ما بيميزوا إذا جوعانين ولا عطشانين، بتميز؟ يمكن كنا نحكي أنا وميرة تحت الهواء بأنه مرات في ناس بتفششوا في الأكل، خلاص بيعتمدوا على مشاعرهم. صح. اذا زعلان بيروح بياكل، اذا فرحان بياكل. انا مش من هاي الاشخاص. نعم. الزعلان ما بقرب على الاكل. لا انا اذا جوعانه وزعلانه ببكي باكل سندويش، ما عندي مشكله. بس الفكره انه في ناس بحسوا حالهم جوعانين بس بيكونوا عطشانين، فبنقول لهم لا روحوا اشربوا مي، انتوا عطشانين مش هو جوعانين. احنا بالتغذيه الحدسيه بنعلم الكلاينت او المراجع اللي حابب يلتزم بهذا المبدا شو هي علامات الجوع والعلامات المبدئيه والوسطى، وكيف يعرف اصلا شو انواع الجوع اللي عنده. فهو رح يصير بكل سهولة يميز إنه أنا عطشان أو جوعان. طيب ميرا، في كمان دراسة اللي هي إنك أنت تاكلي، أنا تبعتها رمضان السنة الماضية، يكون صحن الشوربة اللي إحنا بنحطه هو صحنك. نعم. فأنت بتعطي إشارات للدماغ إنه يشبع، هل هي لها علاقة مرتبطة بالتغذية الحدثية؟ لا، هاي قوانين إحنا حاطينها يعني بالحميات العادية، بس التغذية الحدثية يعني فعليا يعني أنت بتقدري تاكلي حتى توصلي للشبع. للشبع يعني في كل حدا وصوله للشبع بيختلف، بتباين من شخص لآخر. يعني أعطيكي مثال، الصيام المتقطع أنا كتير بحبه وبآمن فيها النظام، بس بقول دايما في أشخاص ممكن يجوعوا قبل 16 ساعة وفي ناس ممكن يجوعوا بعد 16 ساعة. فأنت لما تحس بهذا الشعور لا كل، وكل وجبتك لحتى تحس بالشبع. أنا دايما بعلمهم إنه لما تحس بالشبع وقف لا الوجبة اللي بعدها، هيك إحنا شوي شوي جسمنا بترجع الثقة بينه وبينه، بزيد حرقنا. صح. يعني مننزل بالوزن ومنعيش حياة صحية. صحيح. بدون قوانين. نعم. بكفي ميرا إذا الواحد هو جوعان، إذا بطلع بعمل شوبينج بياخد. نعم. كل السوبر ماركت أكيد. بطريقة فهي كمان لها علاقة أو أساسية مهمة إنه ما نطلع شوبينج وإحنا جوعانين. أكيد. نشكرك ميرا على وجودك معنا اليوم، أخصائي تغذية ميرا زهران، دائما مبدعة بتعطينا معلومات جديدة، وشكرا على وجودك معنا في يوم جديد وحلقة منتصف الأسبوع. رح ننتقل الآن لزميلنا رعد عوجان وإلى معان الجديد، خليكم معنا.